الف مبروك لكل الاهلاويه. الحقيقه كل يوم بنحتفل معاكم ببطوله جديده، ومعي بقى في هذه اللحظات واحده من افضل الحقيقه لاعبات المباراه وبست سكورر رنيم الجداوي. الف مليون مبروك، فرحتونا. كانت مباراه صعبه زي ما قلت يمكن لاخر لحظه، كنا كلنا قلقانين ومتوترين، لكن في النهايه قدرتوا تفوزوا بالمباراه. الحمد لله والله على كل شيء. احنا تعبنا بقالنا كتير قوي بنتمرن جامد ومركزين علشان نكسب يا جماعه ام بي بي والله. وبنتمرن جامد ومع بعض وكان شكلنا حلو في التمارين، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وادينا على قد تعبنا يعني الحمد لله. ان انتوا قدرتوا تعملوا كامباك قوي جدا، اكيد مباراة الفاينلز بيبقى ليها طابع خاص، فعايزين نعرف ابرز التعليمات اللي اكيد كابتن قالها لكم. طبعا كان مركز طبعا على الديفنس، ده اهم حاجه ان احنا نكون مركزين، وطبعا نلعب كلنا مع بعض، واللي هو ما حدش يعني يعمل الغلطات الهبله، وكلنا نبقى مركزين لغايه اخر وقت، عشان احنا دايما كنا لما بنكسب وبنفرق بالسكور بنحس ان احنا خلاص كسبنا، فاحنا اتعلمنا من خطأنا ده والحمد لله فضلنا مركزين لغايه وقت وما استسلمناش لغايه لما الحمد لله كسبنا. ايه الرساله بقى اللي تحبي تقوليها لجماهير النادي الاهلي؟ الحقيقه كانوا واثقين ان انتوا تقدروا تفوزوا بالبطوله. طبعا البطوله دي بهديها لجماهير النادي الاهلي، وبشكرهم على دعمهم المستمر، وان شاء الله ناخد الدوري باذن الله ونفرحهم ان شاء الله. والف مليون مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيكي. ميرسي. يعني طبعا ده كان لقائي مع النجمه والتوب سكور لمباراه النهارده رنيم الجداوي، اكيد لسه معانا مزيد من اللقاءات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.